دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع حضراتكم أهم وأبرز الأخبار المقرر حدوثها اليوم واللي هنستعرضها بالتفصيل في سياق هذا التقرير. نتابع ونرجع بعد كده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هينهي أوبرات الليلة الكبيرة عروضه على مسرح العرائس التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال في تمام الساعة 7 مساءً. النهاردة هيتم البدء في صرف الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للإناث، واللي هتستمر لحد يوم الخميس القادم 15 فبراير. النهاردة هينطلق الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والمعاهد، وهتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوع تنتهي الخميس 30 مايو 2024. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية هيكون معادنا مع مباراة قوية في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023. اللقاء هيجمع بين منتخب جنوب إفريقيا ومنتخب الكونغو الديمقراطية الساعة 10 بالليل. لعشاء الكرة الآسيوية هيكونوا على موعد مع نهائي كأس آسيا اللي هيجمع بين منتخب الأردن والمنتخب القطري الساعة 5 مساءً. أما عشاء الدوري الإنجليزي الممتاز فهيكونوا على موعد مع 7 مباريات حماسية، أبرزها مانشستر سيتي ضد إيفرتون الساعة 2:30، ليفربول هيواجه فريق بيرنلي الساعة 5 مساءً، وتوتنهام ضد برايتون في نفس الميعاد.